السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، معكم دكتور محمد الهيثمي، أخصائي جراحة التجميل ونحت القوام. الفيديو النهاردة سؤال بيتكرر كتير جدا 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 جدا، خصوصا من متابعينا الشباب صغيرين في السن وحتى الكبار شوية. يعني احنا بنتكلم عن عمر من اول 12 لحد 16 18 سنة، وممكن بيحصل مع الشباب الأكبر عمرا. احنا ليه الحلمة بتاعت الثدي بتتأثر بالحرارة؟ أوقات بتكون منكمشة، أوقات بتكون كبيرة وبارزة، وأوقات بتتأثر باللمس، لما بلمسها ممكن الحلمة تبرز لبرة، ولما ما لمسهاش الحلمة بتختص أو بتدخل جوه الهالة البنية أو يبقى حجمها صغير. السؤال ده اتكرر كتير في الكومنتات وجالي كتير على الواتساب، فأنا كل إجابتي للناس إن دي حاجة طبيعية، دي حاجة طبيعية. أنا بس عملت لكم رسمة بسيطة كده بسرعة وأنا قاعد علشان نبقى متخيلين الوضع بتاعنا. جميل، احنا عاملين ايه؟ اهي احنا واخدين مقطع في الثدي بتاعنا، ودي الحلمة اللي طالعة من الثدي. امال ايه اللي ورا ده؟ ده نموذج للغدد اللي المفروض موجودة في الثدي بتاعنا، اللي هو الجزء ده وده. جميل، الغدد دي يا شباب بتكون موجودة عند السيدات لان هي المسؤولة عن افراز اللبن. جميل، طب في معشر الرجال؟ لا، عندنا احنا الرجال الغدد دي بتكون ضمرة. جميل، اثناء مرحلة البلوغ الغدد دي بتكون موجودة، وده بيبقى اقصى وقت بنحس فيه بالتغيرات في منطقة الحلمة وفي الهالة البنية. طب المفروض ما بعد البلوغ الغدد دي بتضمر 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 وبتختفي تماما. جميل، ايه المشكلة؟ المشكلة يا شباب ان الحلمة نفسها، يعني لو دي هي الحلمة، بتكون متحوطة بمجموعة من المستقبلات اللي انا عاملها بالازرق دي، الحبيبات دي، كأن الحبيبات دي مستقبلات ريسبتورز. بتستقبل ايه؟ بتستقبل درجة الحرارة، وبتستقبل الاحساس باللمس او الضغط. جميل، يبقى البريشر الضغط واللمس ودرجة الحرارة. جسمنا يا شباب في زي ثرموستات كده، في معايير ثابتة ان درجة الحرارة 37. طب لو درجة الحرارة عليت؟ طب لو درجة الحرارة قلت؟ وهكذا بتبدأ المستقبلات اللي هنا دي توصل لداخل الثدي ان درجة الحرارة ارتفعت. فيها شباب مجموعة من العضلات، العضلات دي غالبا ما بتضمرش، اللي هي دي الجزء الخارجي ده، بتكون محوطة للغدد، بتبدأ تنقبض او تنبسط. لما تنقبض الحلمة تنكمش شوية، ولما ترتخي الحلمة تكبر وتوسع شوية بناء على الإشارة اللي جاية لها من المستقبلات اللي حوالين الحلمة. فالمستقبلات دي هي اللي بتحس بالضغط أو بالحرارة أو باللمس، وبناء عليها بتبعت إشارة للعضلات اللي حوالين الغدد اللبنية، وبالتالي تبدأ تأثر لنا على الحلمة. إذا مجرد حدوث العملية دي حاجة طبيعية. جميل، عندنا كلنا بدرجات متفاوتة، بعض الناس بتكون الدرجة عندهم عالية قوي، وبعض الناس بتكون قليلة قوي. بعض الشباب بيحصل عندهم رد فعل من انواع معينه من الهدوم، درجات معينه من القطن او درجات معينه من الليكرا او ما شابه، ممكن تستثير الحلمه انها تبعت اشارات للعضلات فتبدا تنقبض او ترتخي. كثير مننا بيحس انها في الشاور اثناء درجه الحراره، الميه بارده او ميه سخنه. جميل، اذا دي حاجه طبيعيه. في بعض الاحيان لو موجوده بصوره مستمره وموجود معاها الم، موجود معاها ألم بتوحي بوجود التهاب في الثدي، دي واحدة من المؤشرات اللي ممكن تحصل مع التهاب في الثدي. إنما لو بتحصل بشكل طبيعي مع درجات الحرارة أو اللمس دي حاجة طبيعية ما فيهاش مشكلة. طب السؤال التاني، إزاي نتغلب عليها بإن إحنا نتجنب الارتفاع أو الانخفاض الشديد في درجة الحرارة أو اللمس بشكل مباشر للمنطقة دي؟ طب لو عايز أقضي عليها تماما، هيبقى إن إحنا نعمل فتح جراحي في منطقة الهالة البنية، وان احنا نستأصل بواقي الغدد وبواقي العضلات، وبالتالي لما المستقبلات الموجودة في الحلمة تحس بدرجة حرارة عالية او واطية او ببريشر او بضغط، تبعت الاشارة، ما تلاقيش هنا حد ينفذ الاشارة اللي هي بعتها، وبالتالي الحلمة هنا ولا تكبر ولا تقل ولا تنتفخ ولا تنكمش، وبالتالي الحل الجراحي هو الحل النهائي للقصة دي. طب لو هي عندي وانا مش عايز اعمل عملية، دي حاجة امنة مفيش منها مشكلة. اتمنى ان انا اكون شرحت لكم الموضوع ده بشكل مبسط وان احنا جاوبنا عليه، ولو اي حد بعت لي هبعت له الفيديو ده بعد كده بحيث ان هو يبقى زي مرجع لينا على السؤال ده. اتمنى الناس اللي لسه مشتركتش، انا عارفكم كويس، اشتركوا تحت. اشوفكم على خير.